قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أثر على دور المرأة يعني تربية وعلى الأثير لقائنا رقاب فيه من استشار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم منتدى الاستشارات. إخوتي الكرام بعد أيام قليلة ضيف كريم غال علينا جميعا يهل علينا، فكيف يمكن لنا أن نستقبل هذا الضيف الكريم الاستقبال اللائق؟ هذا الضيف هو شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يكرمنا فيه وأن يجعلنا من العتقاء من النار، اللهم آمين. ولما أن برنامجنا برنامج الاستشارات يعني بشؤون الأسرة، نتساءل في خلال هذا الشهر الفضيل كيف يمكن لنا كأسرة أن نغتنم هذا الشهر الفضيل الاغتنام المثمر. وقبل أن نتساءل أو قبل أن نطرح موضوع الأسرة في رمضان علينا أن نبني يعني أساس هام جدا في موضوع رمضان وفهم رمضان. رمضان بين الأمس واليوم، حقيقة فهمنا نحن رمضان، حقيقة فهمنا نحن لأنفسنا مع هذا الشهر الفضيل. حول هذا الموضوع أخوتي الكرام سيكون الحديث بإذن الله تعالى، ويسعدنا مشاركتكم وحواراتكم ومداخلاتكم في استقبال هذا الشهر الفضيل الأسرة ورمضان. ضيفنا في هذه الحلقة هو الداعية الإسلامي المعروف الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. الدكتور عمر عبد الكافي يحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره، ويحفظ صحيحي البخاري ومسلم بأسانيدهما والمتون الفقهية واللغوية كألفية ابن مالك وغيرهما. حاصل على درجة الليسانس في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة الأزهر. حاصل على درجة ماجستير في الفقه المقارن في جامعة الأزهر. وحاصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية. هدى الله تعالى على يده عددا كبيرا من أهل الفن، وله أكثر من 3000 شريط كاسيت بين خطب منبرية ودروس ومحاضرات، إضافة إلى السلاسل الدعوية مجموعة الدار الآخرة وشرح صحيح البخاري وسيرة النبوية الشريفة وغيرها. نرحب معا إخوتي الكرام في ضيفنا في حلقة الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي. حياك الله دكتور. مرحبا بك. مرحبا بك على الجريدة الجديدة. مرحبا بك. مرحبا بك. الاستشارة. مرحبا بك. الله يبارك فيك. ما استفسر عنكم فلا لابد ان نكرمهم بطلبكم الله لك ولكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. شوق الشيخ رمضان على الابواب وكلنا شوق الى ان نستقبل هذا الشهر الفضيل. لكن هناك تساؤلات قبل ان يعني حتى نكون مهيئين لهذا الاستقبال الشهر الفضيل. رمضان اليوم ورمضان الامس نحن واجدادنا او سلف هذه الامه، لماذا كان رمضان معهم او حالهم مع رمضان اختلف عن حالنا مع رمضان؟ هل الاختلاف في الزمن رمضان امس ورمضان اليوم، ام الاختلاف فينا نحن ام فيهم هم؟ رمضان بين الامس واليوم وتعليقكم في هذا. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، من كرم الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام وأمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لهم في هذه الدنيا نفحات، في هذا الدهر نفحات يتعرض لها المؤمن. هذه النفحات بفضل الله سبحانه وتعالى يعني من أكبر نعم الله على المسلمين، لأن الإنسان بطبيعته هو عبارة عن جزئين أساسيين، قبضة من تراب الارض ونفخ من روح الله عز وجل. فالله عز وجل لما نفخ في ابينا ادم من روحه حمر الملائكة ان تقع له سيدة. فالقضية ان السجود ما امرت به الملائكة الا بعد ان نفخ في هذا الانسان من روح الله سبحانه وتعالى. ف
فظل او يعني وضحت القضية لان هذا المخلوق هو عبارة عن جزء من يعني تركيبة من خير ومن شر، خير وشر. فاذا غلب خير المؤمن او خير الانسان شره صار عند الله افضل من الملك، واذا غلب شره خيره صار عند الله اسوأ من الشيطان. فمن كرم الله على الامة ان يجعل لها مثل هذه النفحات. القضية نحن عندنا زمن وهو يمثل رمضان او اي شهر، ولكن نحن بصدد رمضان. ثم خلفنا الصالح وخلفنا الخلف يعني الذي نحن الذي نتمنى ان نكون من الصالحين امام الله سبحانه وتعالى. الزمن هو الزمن ما تغير، من عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم ان خلق السماوات يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. اذا الشهور عند الله ثابتة، الزمن عند الله ثابت. كل عام يأتينا رمضان، فمن بقي فينا على قيد الحياة يدخل عليه رمضان فيصوم يعبد الله على وقت الشهر كما هو، وقت الشهر كما هو، عظمته كما هي، العظمة كما هي، النفحات التي فيه التي كانت لأبي بكر وعمر نفس النفحات الموجودة، ولكن من يتعرض لهذه النفحات؟ ليس لها البكرات الله يتعرض. السلف كان كل اوقات كما قال احد الصالحين لما قيل في اخر رمضان قيل له متى العيد؟ فاتت ان يقول مثلا الهلال على وشك ان يكون العيد غدا او بعد غدا، قال يوم العيد هو اليوم الذي لا نعصي فيه رب العبيد. هذا منظور اخر، هذا منظور العبادة، هذا منظور الانسان. العيد يسقط على الانسان فرحا، فالمؤمن يدخل عليه الفرح بطاعة الله، يدخل عليه الفرح ببعدها عن المعصية، يدخل عليه الفرح بتوبته الى الله عز وجل. اذا رمضان الزمن هو الزمن، القضية في المستقبل، يعني هي النفحة النفحات موجودة، ارسال الخير موجود، الملائكة تنزل كل ليلة، دي مسألة مفروغ منها. من المستقبل؟ يعني الفاتحة هي الفاتحة، ولكن اين يد عمر القوية في يعني عمرو بن معبد كلب احد المقاتلين الاشداء لما قيل لعمر عن قوته في المعركة وسيفه الصمصانة وقد سمى بالصمصانة، قال ارسلوها الى فجيء بالصمصانة من اليمن فامسكها عمر فقلبها في يده فوجد سيفا عادي ما تختلف، فاعادها فقال ما وجدت فيها شيئا غريبا. فقال عمرو بن معبد كلب في رسالته يا امير المؤمنين ارسلت لك السيف ولكن لم ارسل لك اليد التي تمسك بها. الله اكبر. اذا القضية النفحات موجودة، ولكن اين القلب المستقبل؟ يعني عمر عندما سمع القارئ تقرا ان عذاب ربك لواقع وهي تتلو سورة الطور في تهجدها وهو يتحسس اخبار الرعية ليلا، فاغشي على عمر ولم يفق الا بعد ان استقله المسلمون في صلاة الصبح، فقال لما سمعت على مساق لما سمعت القارئ تتلو ان عذاب ربك لواقع ايقنت ان العذاب واقع على راس عمر. الله. اذا قضيه استقبال شعور هذه النفحه او هذه الايمانيه او هذه الاشارات الضوئيه التي هبطت على قلب هذا المؤمن فاستشعرها فتفاعل معها. نحن ان عذاب ربك لواقع قراناها وسمعناها مئات المرات ما اغشى على احد منا. ومن هذا نحرم هذا الشعور طيب الشيء. اولا الله عز وجل لما خلق الجنة حفها بالمكاره فاصبحت النفس على قدر ما تتخلص من تبعاتها الترابية ترتفع. يعني قصة صغيرة ناخذ منها منظور هذا السلف وكيف يستقبل رمضان وغير رمضان. اعرابي جاء بناقته وربطها امام بستان في المدينة في عصر التابعين. الناقة ونام رجل، الناقة من شدة الجوع قطعت حبلها ودخلت الى البستان فعاث فيه فسادا. جاء صاحب البستان ليجد الناقة تصنع هذا فضربها ضربة على رأسها ليخرجها، نفقت الناقة ماتت. استيقظ الاعرابي على ناقته التي سوف تعيد الى قبيلته وتمت، فما كان منه الا ان تصارع مع صاحب البستان فقتل الاعرابي صاحب البستان. جاء اهل صاحب البستان فامسكوا بالقتل لابد من القصاص. قال لي بطلق ان اعود الى قبيلتي اوصي وصيه واعود.
فتعجب القوم، لا نعرف لا اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من اي بلد انت،